سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم ياسمين اسماعيلي، عاودنا تلاقينا في فيديو جديد. لكن فيديو تاع اليوم هو خاص، هو بمناسبه وصول صديقتي واختي ساره حناش لنصف مليون متتبع على قناتها، فنقولها الف الف مبروك والعقوبه ان شاء الله للمليون باذن الله. فحبيت اني نهدي لها ونهدي لكم انتم ثاني هذه لاطارت اللي راحين نخدموها مع بعض ان شاء الله. منها راح تكون مفاجاه لساره باسكو راح تفرجها معكم، ومنها انتم ثاني حبيت تستفادوا، لاني شفت اغلبية طلباتكم في الجروب كانت حبيتوا انتاغت يعني تتغطى بلا باتاسيق، دونك ان شاء الله نقدر نفيدكم بها. الو نبداو، راح نبداو بالمولي كيك داكو، راح نخدمو مع بعضنا. واش فيه؟ راح يكون فيه ربع بيضات، لافارين، السكر والملح ولاكريم فريش. المقادير راح نصيبوهم في صندوق الوصف داكوغ. واش راح نديرو هنايا؟ ربع بيضات راح نضربوهم مع قرصة ملح، يطلعوا شويه برك، من بعد نزيدو لهم السكر، نخليو الباتور يمشي والسكر نبقاو نزيدوه بشويه. من بعد نديرو لا فيتاس 1 في الباتور ونزيدو لا فارين مع باكي خميره. من بعد كي يطلع تري بيان كلشي يطلع، راح نديرو لا كريم فريش مونتي. لا كريم فريش راح نطلعوها اوكي 200 غرام، راح نطلعوها ونبقاو نزيدو فيها بسباتول. نبداو بسم الله. الوغ هنا بعد ما بياض الخليط راح نزيدو لا فارين تاعنا وباكي خميره. الو الخليط نتاعنا نورمالمون راه واجد. واش ندير؟ راح نديرهم في ليمون كاري اللي خرجوا جديد، انا شريتهم من عند زهير اللي في ولايه تمسيله، وتسيبوهم ثاني عند زاكي امبالاج باسكو انا بحكم اني نسكن فيهم لي دو، دونك نصرف من عندهم في زوج. تغلفوهم اكيد بابي كويسون هكذا كيما راكم تشوفوا، ونحطوهم يطيبوا على درجه حراره 170 ومن نصف ساعه حتى ل 45 دقيقه. الو حنا البنات نجيو نخدموا الكناش نتاعنا اللي نغلفوا به لابيس. واش فيه؟ فيه هو شاك 100 غرام تاع شوكولا امباسادور، انا هذه اللي نخدم بها تجي بزاف بنينه. نديروا لها 50 غرام تاع لاكريم فريش، لاكريم فريش اللي قلت لكم عليها. هنايا واش ندير؟ نذوب شوكولا نتاعي، من بعد نزيد لها لاكريم فريش. لاكريم فريش هنايا شويه ثقيله دونك نحطها في النار باه شويه تذوب، ونخلطهم مع بعضهم ونزيد نميكسيهم. من بعد نغلفهم ونخليها في الفريجيدار ليله كامله. الوغ بعد ما ذبت الشوكولا دوكا نزيدو لها لاكريم فريش، نخلطوها ومن بعد نميكسيوها تري بيان. من بعد نغطفوها بسولوفان نديروها فريجيدار ليله كامله، وغدوة ان شاء الله نكملو بها الخدمة تاعنا.
الوغ الناس راح نديرو مع بعضنا المونتاج تاع لا بياس نتاعنا. دونك هنايا عندي المولي كيك اللي خدمناه مع بعضنا غوفاني، هنايا كي طابت غلفتهم مليح بالسيلوفان ويباتوا ليله كامله في الفريجيدار. هذه خطوه ضروريه باه غدوه ان شاء الله كي نخدموا بهم ما تكون حاكمه روحها مليح. دونك هنايا خدمت قلنا غوفاني قسمتها على طبقتين، وهنايا نفسها درت لها فقط كاكاو نحيت شويه لافارين درت لها كاكاو. هنايا دوبليت كونتيتي باه راح نقسمها على ربع طبقات باسكو راح ندير زوج شوكولا من بعد تجي زوج طبقتين تاع الفاني من بعد فوقها زوج شوكولا واحد اخرين. نجيو البنات للحشوات اللي راحين نديروهم ان شاء الله. دونك عندي اول حاجه اللي هي السيرو، لازم تحضروه باه نديرو في كل طبقه من الطبقات. نخليكم الوصفه في صندوق الوصف. عندي المعجون البرتقال انا محضراته من قبل، خليكم ثاني الوصفه نتاعو وتقدروا تعوضوه باي معجون متوفر عندكم. عندي كذلك لاكريم ديبلومات اللي ما حبيتش باه ما يكونش الفيديو طويل بزاف، ما يعني خدمتها سارة ديجا في قناتها، انا ثاني خدمتها فيديو في لاباج نتاعي. دونك نخلي لكم رابط لي خدمت به سارة في صندوق الوصف. فقط انا زدت لها شوكولا نواغ حبيتها تجي ماهيش فاني. وعندي كذلك الكراميل، عندي هنايا الجوز وعندي هنايا شوكولا مقطعه. هنا فقط الحشوات واش تحبوا ولا اللي متوفر عندكم اللي قولي تحبوهم تقدروا ديرهم، يعني ما لازمش تتقيدوا واش راني دايره انايا. داكور دونك نبداو ان شاء الله. هنايا راني وجدت المول تاعي اللي درت فيه ديجا، راني درت طبقه لداخل درت لها سيرو وحطيتها. هنايا عندي الكاناش شوكولا اللي خدمناه اللي كنا راحين نغلفوا به لابياس نتاعنا. هنا هذه الخطوه ضروريه لازم هنا نديروه كغرياج باه ما يخرجش الحشو كي نديروه في الوسط. دونك هنا نديرو غرياج تاعنا بالا البنات. كملنا المونتاج تاع لابياس، دوكا نغلفوها بسيلوفان ونديروها في الكونجيلاتور ليله كامله باه غدوه ان شاء الله يسهل لنا العمل عليها كي نديروا لها الكاناش ان شاء الله. وصلنا البنات المرحلة تاع الكاناش، راح نغلفو فيه لابياس نتاعنا بعد ما بيتناها ليلة كاملة في المجمد. خرجتها اليوم خليتها حوالي نص ساعة فقط يروح لها ذاك الجليد بزاف. من بعد وجدت لها هذو لي كاري لي يتباعو، فقط هنا فصلتها على حساب لابياس، فقط نخلي لها سنتيم ونص أو حوالي سنتيم يكون خارج على لابياس. من بعد غلفتها بالورق الطهي من فوق فقط باه كي ندير الكاناش من فوق من بعد يتنحى لي بسهوله. دونك راح نبداو بسم الله. Thank you.
هنا البنات كي حطيت هذه في الفوق باه دوكا يعني نريقلها باه تكون في الوسط. قلت عندي انا هذو زوج تاع لي كوسا توجور نخدم بهم دوكا باه نريقل بهم هذه الفوقانيه. كيفاش ندير انا باسكو عندي هنا الوحده لتحت وحده الفوق باه نديرهم يكونوا سوا سوا. داكور هكذا هكذا وفهمت باللي راهي في الوسط. دوكا نروح نبدا في الجوانب. شغل ندير الطبقة الأولى هنا الفوق ونطلع هكذا هنايا ناس درنا الطبقة الأولى. دوكا ندخلوها الكونجيلاتور تجمد فقط هذه الطبقة من بعد نكملو الطبقات الأخرى. البنات وصلنا لهذه المرحله راح نعتذر فيها منكم باسكو عند بالي كنت نفيلمي كي كنت ندير في الكاناج مي مالوزمون ما كانش لاباراي تمشي معليش. كيما هي نفس المراحل كيما قلت لكم فقط انه نديرو طبقه من بعد ندخلو الكونجيلاتور تجمد هذيك الطبقه ونكملو حتى الوقتاش حتى يوصل هذا المستوى مع هذا المستوى يكونوا مستوى واحد. سي بوغ سا نقول لكم هذه العفسه صافي مليحه بزاف انه تعاون باه يجي الكناش متساوي. دوكا راني دخلتها هذه الكونجيلاتور راح نزيد لها كيما هنايا هذو الفراغات نزيد نعمرهم بها ونكمل الكناش نتاعي. نورمالمون هكذا راهي كملت. دوكا نزيد ندخلها الكونجيلاتور ك يعني مرحله اخيره وين تجبد بيان باه نقدر نحي لها هذا المربع الفوقاني واكيد راح نزيد نسويها من فوق. من بعد تجي مرحله نديروا لها عجينه السكر. هنايا البنات عندي هذه ما سخون نحط في وسطها السباتول باه نسوي لها هذو الاطراف نخليها شويه تسخن بعد نمسحها ونسوي هذو الاطراف. هذا البنات حقنا المرحله اللي راح نغلفوا فيها لابيس بلا باتا سوك. دوكا كيف راح نغلفوها ماناش راح نديروا طبقه واحده ونغلفوها راح نغلفوا بالجهه واحده داكور نغلفوا جهه جهه حتى نكملوها كامل. دوكا راح نبداو بهذه لافاساد نقطعوهم كامل نديروا عده قطع مستطيلات ونبداو نلصقوا بالوحده. من بعد نجو لهادو الحواشي ونقصهم
هذا زائد. نكملوا الجهات الاخرين. كما قلت لكم انا لصقت هنايا الشرائط هذوك، دوكا ندير خطوط عشوائيه باسكو حبيت ندير ديكور سامبل. فوالا البنات، بعد ما ديكوريت لابياس بالخطوط هذوك درتهم عشوائيا فقط، جبت هذا الدوغ اللي راكم تشوفوا فيه، هذا ناكري ليكيد ولا بودغ نتاعو يتخلطوا مع بعضهم، يمدلنا هذا الخليط هذايا. بون هو بزاف هايل، حبيت ندير به الخطوط هذوك، ندير لهم الدوغي هذا. فوالا البنات، وصلنا لافينال. دونك هذه لا بياس نتاعنا، ديكور درت لها، اخترت لها ديكور سامبل، درت لها هذوك الوردات درتهم لها بهذايا المول، كذلك درت لها لوغو تاع اليوتيوب، يعني طبعته ولصقته فوق عجينة السكر فقط، وكتبت سراح النش، واكيد اكيد 500 كالية، نصف مليون متتبع. دونك نتمنى انه تنال اعجابكم وتنال اعجاب كذلك ساره وتفرحها. انتم تاني يعني ان شاء الله تكونوا ديتوا ولو فكره بسيطه، خاصه مبتدئات، انه ماشي لازم تبداوها هكذا، لكن تقدروا ديروا طبقتين ثلاث حتى تمشي يدكم، من بعد تقدروا تطوروا رواحكم برواحكم ان شاء الله. لوغ نقول ساره ألف ألف مبروك مرة أخرى، والعقوبة للمليون واثنين وثلاثة لما لا إن شاء الله بإذن الله. نتمنى لها كل خير، نتمنى لكم نتوما ثاني كل خير. إن شاء الله تكون عندنا فرصة أخرى باه نتلاقاو. كانت معكم ياسمين إسماعيلي، تحياتي، سلام.